الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت وهل ثمة فيصل بين ما كان عاما وخاصا وبين ما كان مطلقا ومقيدا؟ فنقول نعم، وهي أن التخصيص، انتبهوا، في الأفراد والأعيان والأشخاص والأعداد، والتقييد في الأوصاف، في الأوصاف. أنتم معي في هذا؟ فإذا رأيت الدليل يتضمن أفرادا متعددة ثم جاء دليل آخر يخرج فردا ويبقي الآخرين، فهذا عام وخاص. وإذا رأيت الدليل قد دل على أشياء متعددة ثم جاء دليل آخر فوصف الجميع أو ذكر الجميع بصفة أو ذكر صفة تصلح للجميع ولا يخص فردا بعينه بها، فهذا إطلاق وتقييد. فهنا الآن الأدلة المطلقة من غير ذكر السوم، ها، هذه تعم الجميع، السائمة والمعلوفة، والسوم والعلف صفتان لجنس البهيمة لا لأفراد البهائم. لا تقول هذه معلوفة هذه سائمة هذه معلوفة هذه سائمة، وإنما يصلح وصفا للجميع، فيصلح أن يكون القطيع كله معلوف، ويصلح أن يكون القطيع كله سائم، ويصلح أن يكون بعضه سائما وبعضه معلوفا. إذن السوم والعلف صفات وليست أفرادا، ما فهمتها؟ فقوله صلى الله عليه وسلم في الإبل السائمة هذا تقييد وليس تخصيصا، ولذلك فالقول الصحيح وما ذهب إليه الجمهور من أن من شرط الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، بل إن المتقرر عند العلماء أن الزكاة إنما شرعت مواساة، أليس كذلك؟ والبهيمة إذا كان صاحبها يعلفها فعلفها نفقة وكلفة، فلا يكلفه الشارع بنفقة أخرى وكلفة أخرى وهي إيجاب الزكاة فيها. لكن إذا كانت تأكل من مرعى الله، يعني من مرعى الكريم عز وجل، فإنه لم يتكلف حينئذ لا نفقة ولا إعلافا، فحينئذ تجب الزكاة فيها. فإذا لا بد لها من ضريبة، فإن كانت معلوفة فيكتفي صاحبها بضريبة ألفها، وإن لم تكن معلوفة أي كانت سائمة فلا بد من أن يخرج ضريبتها وهي زكاتها، لأن الزكاة شرعت مواساة.